للأسف الماتش خلص 2-0 فريق البرازيلي، والأهلي هيلعب على المركز الثالث وعلى البرونزية يوم الجمعة إن شاء الله. يوم الجمعة هيتلعب الماتشين ثالث وعلى والنهائي يوم الجمعة إن شاء الله الماتشين. كنا نتمنى النهاردة الأهلي يعني يؤدي مباراة أفضل، كان عنده فرصة، ولكن فريق البرازيلي الخبرات موجودة، فريق محترم قدم ماتش قوي. في الآخر هي النتيجة 2-0 2-0 الأهلي ضيع فرص كثيرة جدا، لم يستغل الفرص اللي كانت أتيحت ليه على مدار شوطي المباراة. والشوط الأول تحديدا الأهلي ضيع فرص كثيرة، والدقائق اللي أنا شفتهم في الشوط الثاني الأهلي ضيع 3 فرص كان ممكن على الأقل يسجل منهم فرصة على الأقل واحدة من الثلاثة اللي ضيعهم بيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. 3 فرص في دقائق قليلة، الأهلي كان ضاغط الشوط الثاني بمنتهى القوة، ولكن الفريق البرازيلي خلص ضرب جزاء ثم أيضا الهدف الثاني. الشناوي شال زي ما بقول لكم، شال أكتر من كورة. الشناوي يعني بطل بصراحة، محمد الشناوي، وحقق فلومينينسي الهدف اللي جاي من أجله أن يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية. زي ما بقول لحضراتكم الأهلي أضاع فرصة كبيرة جدا، الأهلي كان لعب سيطر على مجريات المباراة، ولكن في النتيجة في الآخر لم تكن في صالح النادي الأهلي. جمهور غفير ملأ المدرجات، أكثر من 90% كانوا مشجعي النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة زي ما بقول لحضراتكم كان ممكن يخلص هذه المباراة من الشوط الأولاني، الفرص اللي جات للنادي الأهلي، ولكن الفريق البرازيلي كان عنده خبرة كبيرة جدا، زي ما يعني ضغط واستحمل كل ضغط النادي الأهلي وقدر يخرج الشوط الأولاني تعادل. حتى الشوط الثاني لحد دقيقة تقريبا 70 كانت بداية تقدم بضربة الجزاء لفلومينينسي البرازيلي، سجل منها الهدف الأول ثم بهجمة مرتدة سجل الهدف الثاني في الدقيقة 90، وبالتالي 7 دقائق وقت يعني إضافي لحكم المباراة. لم يسعف النادي الأهلي أن يعود مرة أخرى للتعادل أو حتى تسجيل أي هدف في هذه المباراة. وهارد لك للنادي الأهلي، هارد لك لجمهور النادي الأهلي العظيم. بطولة بنصل، المهم أن أنت بتلعب كأس عالم للأندية، مهم أن أنت موجود، مهم أن أنت بتشرف مصر، بتشرف القارة الإفريقية، أنت اللي موجود، أنت ممثل مصر وممثل إفريقيا في هذه البطولة المهمة جدا والمتابعة الكبيرة جدا، واسم النادي الأهلي العريق. وزي ما بقول كده النهاردة يعني بنلعب مرة أخرى على الميدالية البرونزية وعلى المركز الثالث اللي عندنا منه كتير قوي. خلاص عندنا كتير، كنا نفسنا نروح على الأقل يكون عندنا ميدالية يعني ذهب أو فضة، ولكن يبدو البرونز هو اللي ورانا في ماتشات المونديال الأندية إن شاء الله المرة الجاية. ولكن زي ما بقول كده الأهلي بيصنع دايما تاريخ، والأهلي موجود في المحافل الدولية، والأهلي بيشارك في المحافل الدولية، والأكثر مشاركة، أكثر تاني فريق في العالم بيشارك، الأكثر مشاركة، رقم 2 احنا نادي الأهلي. وبالتالي مرة أخرى النهاردة أنت بتشارك أيضا للمرة الكامل نصف النهائي، ما أعرفش المرة الرابعة على التوالي تقريبا، مرة الرابعة على التوالي نصف النهائي. وبنبحث أيضا رايحين نلعب على المركز الثالث أيضا والبرونزية كمان. كل التحية جمهور النادي الأهلي ما يزعلش أبدا، دايما تبقى فخور بناديك، دايما فخور بالرجالة، حتى لما بتحصل خسارة، لأن احنا كلنا كان عندنا الطموح وعندنا الأمل أنه الأهلي النهاردة يصل للنهائي. بالمناسبة كنا نستطيع نعمل كده ونقدم أيضا ونصل للنهائي، كان عندنا الإمكانيات وكان عندنا هذا العمل الكبير والرائع الأهلي يعملوه كان النهاردة، ما قدرناش. خلاص ما نزعلش، متضايقين طبعا جدا، زعلانين جدا. عايز اقول لحضراتكم الجمهور النهارده كان عنده حاله شغف كبيره جدا، وكان عندنا طموحنا ان احنا نفوز بهذه المباراه، وكنا قريبين جدا من الفوز بهذه المباراه. وزي ما بقول كده يعني فلومينينسي ما كانش هو الفريق المرعب ابدا، برازيل ولكن ليس المرعب، الاهلي كان افضل منه كثيرا في اوقات كثيره جدا، الاهلي كان الافضل. وعشان كده بقول لحضراتكم ما حدش يزعل ابدا، كنا نتمنى ان احنا نصعد للنهائي، ولكن تاني بقول خلاص احنا ضيعنا، وهذه هي كره القدم والروح الرياضيه، احنا بنتكلم عن روح رياضيه،
واحد لازم يفوز خلاص، كان لازم كنا نتمنى النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي زعلان. لا بقول لكم ما تزعلوش، ما تزعلش، انت كنت الافضل، ما استغلتش الفرص اللي جات لك النهارده. زي ماتش الاتحاد، ماتش الاتحاد السعودي استغلنا الفرص فسجلنا 3-1. النهارده لم نستغل الفرص عشان كده اتغلبنا 2-0. زميلنا محمد الاليوبي اللي موجود كان محمد متابع هذه المباراه ايضا مع جمهور النادي الاهلي، ولكن يبدو طبعا الجمهور بعد المباراه الجمهور زعلان، ويبدو بعد الجون الثاني الناس بدات تمشي. محمد اولا مساء الخير.